من ضمن الفنانين المقربين جدا للفنان ياسر المصري، وكان هناك يعني بجوز ذكريات وقصص وحكايات بينهم من خلال الأعمال المشتركة. يعني كان في، إذا نذكر، بيارق العربة، الوعد، وشيء من الماضي، وأيضا رعود المزن. بيجمع الفنان ياسر المصري وأيضا الفنان جميل براهمة. خلينا نرحب بالفنان جميل براهمة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. بقي بحياتك، حياتكم الباقية، يعني نعز الوطن جميعا ياسر. يعني جمعتك العديد من الأعمال مع الفنان ياسر المصري، كيف تصف تجربتك مع الفنان الراحل؟ يعني أول شيء بدأت علاقتي أنا في ياسر من 10 سنوات تقريبا. أول عمل التقينا فيه كان إخراج الأستاذ بسام المصري، كان على الهواء قبل شوي، اللي هو عطر النار، كانت بداية معرفتي فيه يعني. وكان عامل قبلها بسنة نمر العدوان وحقق نجاح ممتاز. من هون بدأت علاقتي بياسر، تجاوزت حدود الزمالة طبعا. وبعدها عملنا بيارق العربة، وعملنا رعود المزن، وعملنا اشتغلت معاه في الوعد كونه ياسر كان بطل المسلسل، وافقت له اشتغل ضيف عايش الكذيبة. ومع ذلك الدور رغم انه كان ضيف حقق نجاح كويس يعني في صحيح، وكان بنزل منه الناس كثير مقاطع على السوشيال ميديا يعني على المسلسل. صحيح. وعملت يعني كمان كثير اعمال، عملنا اجتماعي، عملنا التقينا في توأم روحي، والتقينا في شيء من الماضي. كان يعني كان في الأيام الأخيرة هاي قبل العيد بدأنا تصوير مسلسل درب الشهامة. كنت يعني كنا معا في هذا المسلسل، بدينا سوا، لكن طبعا شاء القدر نصيب أنه أبو زيد ما يكمل درب الشهامة ويتركنا نكمله لحالنا، الله يرحمه ويحسن إليه. الله يرحمه. يعني كان كثير سعيد هو ومبسوط أن احنا حنرجع، او يعني من زمان ما اشتغلنا بدوي مع بعض. كان سعيد كثير انه حنلتقي مره ثانيه في عمل بدوي، لانه كثير كان الجمهور الخليجي بعد نجاح بارك العربة الكبير يعني ورعود المزن يطالبنا نكون مع بعض، متعطشين لتواجدكم مع بعض. صحيح. لكن شاء القدر انه ابو زيد ما يكمل، الله يرحمه ويحسن اليه. الله يرحمه. وكمان يعني انا يعني يمكن انا اكون اقرب شخص له في الوسط الفني، وهو كذلك اقرب شخص لي بغض النظر عن الزماله كصديق. يعني تربطنا فيه صداقه حميمه جدا جدا، اخويه يعني. يعني كنا نفرح لفرح بعض ونحزن لحزن بعض يعني. الله يرحمه ويحسن اليه. الله يرحمه. خلينا نشوف هيك جزء ومقطع فيديو من بعض الأعمال اللي جسدتوها سويا في الدراما البدوية. خلينا نشوف سوا. السالفة متى بصبر؟ تفضل. الجرمان راح يتحركون من أرضهم، هذا المكان اللي لازم نلقاهم عنده، والزحافة راح يجون من أرضهم بعد، يعني المفروض نلقاهم بهذا المكان، لكن ما راح نقدر نقسم جيشنا، والخبيثين راح يطلعون جميع. وقفت مع رجال بن مخلب، سمعت كلامه وربط صافي بيت بن مخلب، يمكن تخرب سالفتهم. لا تطالعني يا عم، ما عندي شيء اقوله. شيخنا طلع بلا علم ولا شور، لو واحد ذابها ما عرفنا نذبحها. وانت رحت هدمت بيت بن مخلب بلا شور يا حميد؟ هذا انا سالم، مو وقت زعل. اذا هي بالمراجل ونعم يا ابو عربه، لكن ما هي عندك لحالك، انت اكثر واحد لازم تحرص على نفسك. ليه ما قلت لي؟ انا اروح يا عم، اخلي حميد يضحك. اقدر لو حميد
لبس ثوب الراعي اللي لبسته وشماغه، وشافه بن مخلب وناداه: يا ولد صب له قهوة. التفت عليه حميد: أخو ميتة أنا قهويك. تشاوروا براي لما أشوف ضيف السيارة وأجيكم. تفضل يا عم. أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا. يعني قبل الفاصل كنا بأحد مقاطع يعني من أو مشهد من مسلسل بيارق العربة اللي جمع الفنان ياسر المصري بالفنان جميل براهمة. يعني أستاذ، يعني شفنا المشهد، شفنا قديش في كيمياء بيناتكم من خلال الأعمال اللي بتجسدوها، مش بس بيارق العربة، كمان برعود المزن، وشفنا حتى الأدوار اللي بتكون أنت ند لياسر المصري، عم بنشوف إنه عم بنحس بالشخصية، عم بنحس بالدور، ما بنحس إنه يعني هذا الإشي، إنه الكيمياء والتفاعل بين الفنانين حتى لو كان الدور انه اذا كان كنتوا اصحاب او كنتوا او كنتوا بالعمل مثلا اعداء، فهذا بكون يدل على شيء، دل على الكيمياء، وايضا اذا بنحكي القرب بينكم خارج الاعمال البدويه. يعني هو يعني يمكن قربنا الشخصي من بعض وصداقتنا وتفاهمنا، يعني لانه في ناس كثير كانت تستغرب انه يعني حكم العلاقه الحميمه اللي بيننا، يعني يعني المفروض نشتغل بنفس الوسط و منافسين لبعض. طبعا هذه بعض الانفس اللي ما بتفهمش شو الفن الحقيقي، يعني ما بتفهمش شو يعني فن. بس انا هذا الحكي كان في تفاهم عالي بينه وبين ياسر فيه. يعني اول شيء ثقه، ثقتنا بانفسنا وثقتنا ببعض كانت عاليه جدا. وكنا نعرف انه ما فيش حد مثل حد. يعني هلا ياسر المصري الله يرحمه ملوش بديل، ولا حتى جميل براهمه ملوش بديل. بمعنى ايش؟ بمعنى فيش حدا زي حدا. ياسر المصري له روحه، له شخصيته، له حضوره. جميل نفس له شخصيته، له حضوره. ورشيد له نفس الشيء. فكل ممثل له حضوره وحالته الخاصه، لا يمكن يكون مثل الثاني. صحيح. بس هو فعلا احنا الاعمال اللي اشتغلناها سوا وحققت اعمال نجاح كبير، يعني الحقيقه في الخليج وفي العالم العربي. حتى فعلا الادوار كنت انا ند، عملت دور الصقر في رعود المزن، كنت ند له يعني عدو، ومع ذلك المسلسل كثير حقق صدى ونجاح نجاح كبير. يمكن هو اكيد الهرموني العالي هذا اللي بيننا بحكم العلاقه الخاصه كمان. كثير مهم انك لما تتعامل مع ممثل يكون في يعني الراحه النفسيه، ويكون في الحب الحقيقي. يعني احنا كان يجمعنا المحبة الحقيقية. يعني ياسر كان يسعد جدا لنجاحي. يعني ياسر لما اشتغل كنت اعمل من غيره، كان دائما هو اول مبادرين انه يهنيني على اي عمل. يعني هو كان يبادر دائما. يمكن يكون لسه المسلسل في اوله، وانا طبعا نفس الشيء. يعني كنا نفرح لنجاح بعض ونشجع بعض ونؤمن بأنه الساحة الفنية بحاجة لمزيد من الوجوه والشباب. حتى يكون في حالة فنية حقيقية لازم يكون في مجموعة كبيرة تشيل هاي الحالة. يعني ما بنفع بلد تقوم على نجم أو اثنين. صحيح. لأنه طب النجم في العالم العربي ومفروض يشتغل مسلسل واحد في السنة، فبالتالي طب مفروض البلد اشتغلت لعشر مسلسلات، مين بيشيلهم؟ فإحنا كنا نقول له لازم يكون فيه. يعني كنتوا تدعموا، يعني هذا حتى كان جزء يعني واضح من الوجوه الجديده اللي عم يعني تظهر. يعني يمكن انا مش ببالغ، بس تقدر تسالي تعملي استفتاء عند الشباب الجدد. يعني علاقتي انا وياسر تحديدا فيهم كثير عاليه وكويسه. يعني كثير بحبونا الشباب الجدد تحديدا، لانه احنا نرعاهم ندعمهم نشجعهم، خالين عقد والحمد لله. هلا هو في العاده المتعارف عليه انه الانسان لما بيموت في رثائه وفي كلام عنه الناس ممكن تبالغ وتحكي مواصفات كثير كبيره فيه وممكن تزيد. الا ياسر، ياسر حاله استثنائيه جدا. صحيح. انه ما يقال عنه بعد وفاته هو كل نفسه ما كان يقال عنه في حياته. في حياته. بالضبط. بالضبط. الله يرحمه ويحسن إليه. الله يرحمه. لكن يعني أكيد بما أنكم كنتم أصحاب ففي كتير تفاصيل أنت عم تعرفها عن ياسر ناس كتير ما بيعرفوها، وكتير في مواقف بينك وبين ياسر ما بتنتسى وكتير ناس ما بيعرفوها. إحنا اليوم حابين نتشارك هاي المواقف وهاي ذكريات مع حضرتك. يعني والله الذكريات عمرها عشر سنوات طويلة وجميلة
وأنا أفتقده جدا يعني، أفتقده في كل لحظة. يعني ياسر كان يعني إذا مش يومي يعني يوم بعد يوم، يعني لازم نلتقي، لازم يمرني، لازم أشوفه. يعني كنا زي يعني العتبة اللي بتفرغ عليها همومها، كنا نشكي لبعض نحكي لبعض. بس هو دائما الله يرحمه كان يعني دائما يعني معنوياته عالية، ويرفع من المعنويات ويشجع. يعني كان إذا بيجي تقول لي على بيجيني مثلا مساء على البيت نقعد، أحيانا تعرف ظروف الحياة يعني الواحد ممكن يكون متنرفز متضايق مزعوج من شيء ما يعني بحس هو مالك، لا ما في شيء كذا، قوم نطلع، لا 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 لازم نطلع نطلع غير جو، أشافك مش مزبوط يصير لازم نطلع. يعني نطلع من البيت نمشي في... قال لي حتى لو نمشي في السيارة. يعني كان يعني الله يرحمه أحسن إليه. يعني هو كان محبوب بشكل عام، بس هو كان حساس، كان وفي. يعني كل اللي تعامل مع ياسر المصري في الأردن في برا الأردن، أنا لما اشتغلت في مصر الحقيقة أنا كنت أرفع رأسي فيه تماما، لأنه لما كان ينجاب سيرة ياسر إجماع المصريين اللي تعاملوا معه أنه على خلق عالي وقمة في التواضع وقمة في الأخلاق قمة في الزوج والدماثة والروح الحلوة. يعني هذا الكلام أبدا مش مبالغة، لأنه هاي حقيقة مطلقة عن ياسر. صحيح، حتى بجوز بتأديته لدور جمال عبد الناصر، فبعض الصحف المصرية تناقلت هذا الخبر أنه أنت مين؟ صحيح، انه كيف قدرت تحكي باللهجه المصريه بطلاقه وانت صحيح. يعني شوف المفارقه، انه هو اغلب اعماله بدويه وبيتحدث صحيح. اللغه البدويه، ففجاه صحيح. انه يظهر بعمل مصري ويتحدث اللهجه المصريه صحيح. فكان هنا هذا صعب، هذا دل على شيء، دل على مهاره ياسر المصري وقدرته على تاديه جميع الادوار. ولكن سؤالي لك، يعني اكثر شغلات كونه انتم كان في اعمال كثير مشتركه بيناتكم، اكثر الشخصيات اللي اداها الفنان ياسر المصري وكانت قريبه من شخصيته على ارض الواقع؟ معظم الشخصيات اللي قدمها ياسر كان فيها جزء كبير من شخصيته، لانه دائما هو كان يقدم الشخصيه الايجابيه، الشهم الكريم. طبعا في الكرم حدث ولا حرج، يعني ياسر مثال الكرم الحقيقي، يعني هاي بشهاده الجميع، بشهادتي انا يمكن تكون شهادتي مجروحه في ياسر، لكن ما اعتقد حد ممكن يختلف معي في الوسط الفني على كرم ياسر المصري. هلا معظم الشخصيات اللي اداها كانت فيها جزء كبير من شخصيته، يعني مثل شخصيه ابو عربه في البارق العربه. يعني ابو عربه كان بعيد عن شخصيه الفارس الحبيب فقط، كان شخصيه تمتلك الحكمه. وكان انا طبيعه علاقتي في ياسر كاصدقاء كانت كثير فيها مواصفات من شخصيه اخو ميثا بن عمه وابو عربه. يعني هو كان عقلاني جدا واخو ميثا مندفع وعاطفي، يعني ايده يعني انا نرفوز. وهاي العلاقه كانت في الحياه، ياسر كان متسامح جدا ومع الناس، حتى اللي يعني ممكن يسيئوا له او يعني او يجوا فيه يعني، فكان متسامح لدرجه انه انا كنت اتنرفز، يعني كان ينرفزني هذا التسامح الزائد عنده حقيقه. فكان بارق العربه يعني كثير من العلاقه الشخصيه اللي بالحياه كانت متطابقه على الشخصيتين اللي عملناهم في بارق العربه. علاقتك انت وياه بالمسلسل كانت صح. يعني قريبه الى حد ما جدا. هو كان هو العقلاني وانا حتى لاحظنا بالمقطع الفيديو انا بعرف كيف اضحكه، فشكله بعرف مداخل مداخلك بالضبط صحيح. ولكن اذا اليوم ياسر بيننا، ايش في شغلات كنت حاب تحكي له اياها وما لحقت تحكي له، بتحب تحكيها هلا؟ في كثير شغلات، يعني الواحد كثير مثلا بندم على شغلاته اللي ما قالهاش ما حكاهاش في وقتها. في كثير مواقف في الحياه، لكن يعني انا كان نفسي يعني تستغرب انه انا ليله العيد، طبعا هو ثالث يوم العيد عمل حدث ياسر، قبل العيد في يوم كنت شايفه. ليله العيد الاحساس ما بعرف، حوالي الساعة 12 بالليل تقريبا، رنيت عليه اقول له ابو زيد وينك؟ قال لي والله هيني برا. قلت له اسمع، طبعا انا انزل عيد عند اهلي في اربد،
احنا يوم يومين وراجع يعني. بقول له مر بدي اشوفك. مش في لحظتها حسيت بدي اشوفه. ليش يعني؟ طبعا هذا الحكي استذكرته امتى؟ انا بعد ما صار هذا، انه انا ليله العيد كنت مشوق كثير بدي اشوفه، مع انه يعني وكاني مسافر، مع انه نازل اربد وراجع يعني. قال لي يا ابو ليث بس الوقت متاخر، والوقت اخر خلص انت روح وكل عام وانت بخير، وان شاء الله بس ترجع بنتشاوف. فهذا الاحساس اكتشفته بعدين يعني، بعدين لما سمعت الخبر تذكرت انه انا كيف ليله العيد وكاني ثاني يوم على سفر طويل يعني، طول يعني، يعني بدي اودعه مثلا. فللت فعلا فعلا حسيت اني حاب كثير اشوفه يعني. اللي كنت بدي يعني لو يعود الزمن واشياء ممكن على ياسر كنت اقول، بس يعني اكثر كلمه كان ممكن اقول له اياها كان انه دير بالك على نفسك يعني، دير بالك على نفسك كثير، وتعامل يعني 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 كن حذر في الحياه اكثر في التعامل مع الاخرين. يعني كثير كنت نفسي اوصيه على نفسه يعني. هاي يمكن انا احس يمكن اكون قصرت فيها، انه يعني كنت دائما بحب انه يعني اوصيه انه ينتبه ويدير باله، لانه هو من نوع بدليل يعني هو مات موته مشرفه حقيقه، انه صحيح ده يعني نزل لمساعده جار اخوه، هو يعني مندفع تجاه عمل خير بشكل كبير يعني، والنتيجة كانت يعني هي ميتة مشرفة طبعا وموقف مشرف. بس يعني أنا كان نفسي دائما يعني، أنا حتى يمكن كتبت بوست على الفيسبوك أول يوم الوفاة إنه كان نفسي أنا أشوفك بس ولو ساعات عشان أقول لك دير بالك على حالك يعني، كان نفسي أقول لك دير بالك على حالك يا ياسر. لكن الزمن ما طلعش هاي الفرصة، إنه الواحد بحس فيها بعدين يعني. أنا مهما حكيت يعني أحيانا الكلام ممكن يكون يعني بعجز يعبر عن، لكن أنا كجميل تحديدا افتقدت ياسر كتير 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 يعني. أنا في المسلسل الحالي يعني بصفن انه كيف ممكن اكمل انا يعني، كيف ممكن اكمل العمل من غيره. افتقدته في حياتي، افتقدته في كل شيء، لانه كان كثير 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 يعني حاله قرب بينه وبينه قويه، وتواصل عالي، احساس عالي يعني. مرات على التليفون الو الو اذا كان في شيء او هو عنده شيء مالك تشعر يعني طبعاً. كان الاحساس في الاخر عالي. وبرجع اقول انا مهما حكينا ومدح مدحنا في ياسر مقصرين، لانه نعطي ما بنعطيه مواصفاته حقيقه كانسان يجمع عليها الجميع يعني، ما مش انا لحالي. صحيح. اجماع انه ياسر عليه. صحيح. اجماع انه خلق خلوق ودمف، وهذا هو ما تركه لنا. ترك لنا بصمه. صحيح. وترك لنا هو قدوه ونموذج في الاخلاق وفي العطاء وفي وفي الايجابيه اللي كان يبثها حوالين جميع. صحيح. الفنانين. صحيح. وانتم ايضا فنانين نفتخر فيكم، نعتز فيكم، والله يصبركم وان شاء الله يا رب خاتمه الاحزان. والفنان ياسر صح رحل، ولكن هو الغائب الحاضر يعني، دائما اعماله موجوده وبتوثق قديه هو انسان مبدع، ارتقى بذائقه الفنيه. واذا بنحكي الذائقة الفنية على مش بس على مستوى الأردن، على مستوى الوطن العربي. أنا سعيدة جدا أنك كنت موجود معي اليوم. الله يخليك. وأنا يعني كمان مبسوط، كنت بودي أنه نلتقي بمناسبات ويكون لقاء يعني بمناسبات أنا بس أخرى. أنا كنت إذا في مجال بس أنوه. تفضل. طبعا أنه إحنا نتمنى أنه يعني رحيل الفنان الكبير النجم العربي الكبير ياسر المصري، أنه تكون يعني لفت انتباه للمسؤولين في الأردن، للوعي تجاه أهمية الدراما وأهمية الفن الدرامي في العالم العربي، لأنه واضح أنه لحد الآن في نوع من الجهل، وأنا أقولها جهل يعني، يعني أيا كان المسؤول يعني، أيا كان المسؤول إذا ما كان يعي مهما كان منصبه، إذا كان ما يعي أهمية الثقافة والفنون ودورها فهو أنا بالنسبة لي أعتبره جاهل. فعلا مؤكد هو جهل. لازم يكون جاهل. هو جهل. احنا يعني كثير صارت مبادرات لدعم الدراما وافشلت. جلالة الملك اعطى
بزمن حسين الخطيب في المجلس اللي ما قبل السابق، يعني دعوة لإنشاء صندوق الدراما من صندوق الملك عبد الله ولم ينفذ. يعني هنا الإشكالية، لماذا لم ينفذ؟ مين يعني المسؤول؟ يبدو المسؤول اللي ما بده، أو يعني يا هو ما بده مش مستفيد، يا هو يعني عنده من الجهل الكافي اللي ما بيعي فيها أهمية الثقافة والفنون. يعني أنا بارح سمعت تعليقات أو قرأت تعليقات أنه عن غياب، أنه ما يكون عن غياب الجهات الرسمية. صحيح، كان في غياب واضح في جنازة الراحل، أنه من الحكومة. يعني طبعا هالحكومة هذا يعني شيء طبيعي بالنسبة لهم، مش جديد أنهم يعملوه، بس أنا شايف أنه كان التواجد مين الحكومة اللي كانوا موجودين أهم من الحكومة كلهم. طبعا الشعب، الناس، الشارع، المحبين ياسر اللي أجوا لوداعه والجمهور. يعني الشعب الأردني هو الحكومة، الشعب الأردني هو السلطة، هذا الشعب أهم من كل الحكومة، يعني هو الأهم. فجاء مندفع وجاء بغزارة لوداع ياسر المصري، هذه القيمة الفنية الكبيرة التي فقدناها. لكن أتمنى يعني أنه يعني يكون القادم في صحوة حقيقية ووعي لأهمية الفن الدرامي في البلد، يفهموا شو يعني شو دور الفن الدرامي في، ما في إشي اسمه، وأنا أسف الإطالة، ما في إشي اسمه هوية وطنية للأردن من غير دراما، إلا إذا هم قاصدين يعني يلغوا الهوية الأردنية. أنا هي وجهة نظري، اللغة الوطنية ليست هوية وطنية، اللغة الوطنية محصورة من الأربد للعقبة، لا تنتشر خارج البلد. يعني مش معني فيها لبناني يسمعها، ولا السوري، ولا الخليجي، ولا العربي. صحيح. أوكي، على رأس عيني هي محلية، لكنها مش هوية وطنية. الهوية الوطنية أنك أنت تصدر نفسك وذاتك وتاريخك وتراثك وإرثك وسياحتك، يعني منجزك الثقافي ومنجزك الفني، وقادر تسوق بلدك سياحيا من خلال الدراما. صحيح. أرجو أن يكون في يعني نوصل المسؤول عنا إلى هذا الوعي، وإن شاء الله يعني يكون في إشي القادم أجمل. وياسر يكفي يعني محبة الجمهور العربي كامل، من الخليج العربي وبلاد الشام كلها، محبته تكفي من أنها تيجي الناس أو حد من الحكومة. صحيح. يشارك في جنازته، وشاءوا أم أبوا، يعني هم إنه أي فنان يعني حتى لو كان أقل من ياسر بكثير، بحكي عن الأهمية، هو أهم من أي مسؤول في الأردن. أكيد الأهمية تأتي من وين؟ لأنه هو سبب بطل الأردن، هو اللي خلى نقل القيم الأصيلة في مجتمعنا إلى الخارج. الأهمية بما قدمت أنت لهذا الوطن. صحيح صحيح. بس وسلامتك. الله يا رب يخلينا إياكم، انتوا بنفتخر فيكم، فخر واعتزاز لابناء الوطن. استمتع. ومش مهم لا مسؤولين ولا لا مهم أطبع. رؤساء ولا مهم احنا بهمنا انتم الفنانين، زي ما بحكي وبرجع بكرر انه انتوا سفراء للاردن ومثلتوا الاردن خير تمثيل. الفنان ياسر المصري وانتم يعني قامات فنيه، بنعتز ونفتخر فيكم. شكرا لتواجدك، نورتني. ان شاء الله رب هاي خاتمه الاحزان وعظم الله اجركم. الله يرحمه. وانا سعيد يعني اني تواجدت معكم في مناسبه لاتحدث عن راحل صديقي، وشكرا لكم وشكرا لاداره المحطه، ونتمنى لكم كمان انتم مزيد من التقدم والنجاح في هذه المحطه الجميله يا رب. بدنا نختم باخر يعني نهايه حلقتنا، بدنا نطلع بمقاطع للفنان الراحل ياسر المصري. الى اللقاء مشاهدينا، نلتقي بكم غدا بنفس التوقيت. أرقت فبت لم أذق المنام، وليلي لا أحس له انصراما، لعمرك والمنايا غالبات، وما تبني الدميمات الحمامة، أرى الأيام لا تبقي كريما ولا العصم الأوابد والنعامة.